وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة نور المعلى، وكيل نيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة. مرحبا بك معنا في نشرة الأخبار. وهل حدثتينا عن البرنامج التدريبي المشترك بين النيابة العامة وهيئة تنظيم المهن الخاص بالأخطاء الطبية، والذي تم تنظيمه تحت رعاية سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين؟ نمسي عليكم جميعا بالخير. وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي الخاص بالأخطاء الطبية واللي انطلق اليوم برعاية سعادة النائب العام دكتور علي بن فضل البعينين بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، واللي جاء انعكاسا إلى النيابة العامة لتلك القضايا أهمية بارزة نظرا لخصوصيتها وتفردها من الناحيتين الفنية والإجرائية. يشارك في هذا البرنامج التدريبي المنظم والممتد على مدى 6 أشهر مجموعة من السادة أعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجنة الفنية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وما يقارب 1000 طبيب ومهني من مختلف التخصصات الطبية والفنية بالمملكة. يهدف هذا البرنامج إلى تبادل الأفكار والخبرات القانونية والفنية ما بين المتخصصين في هذا المجال، إلى جانب استيعاب عناصر مفهوم الخطأ الطبي من منظوره الفني والقانوني، وبيان متطلبات التحقيق اللازمة للتثبت من قيام المسؤولية الجنائية، فضلا عن تسليط الضوء على كافة الأدوات والسبل الفنية المعينة للمختصين على إثبات تلك الأخطاء الطبية. السيدة نور المعلى، وكيل نيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.